السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الو غادي فيديو سي بوغ لي دو اسي بالنسبه للثانيه اعدادي. مرحبا بكم في القناه في الفيديو. شكرا على التشجيعات ديالكم. صراحه اكتشفت ان التلاميذ ديال الثانيه اعدادي الاكثر مشاهده بالنسبه للمستويات اخرى. هادشي كيزيد يحفزني ويحمسني انني نعطي اكثر واكثر. الو غنهضر على ثلاثه الحاجات قبل ما نبدا. مهم هاد الشهر غير صبروا معايا، غنبقى نهضر على ثلاثه الحاجات في كل فيديو حيت كاينين تلاميذ جداد، كاين اللي كيكونوا غطاو يعني ما شافوش لي فيديو القدامين. دونك ثلاثه الحاجات مهمين. اول حاجه الجروب ديال التليجرام ديال الثانيه اعدادي، المجموعه المجانيه عافاكم تدخلوا لهم. كنحط فيهم لي سيري ديكزيرسيس وكنحط فيهم هادو البي دي اف ديال لي كور اللي كنعمل في القناه. دونك تما كتاخذوهم كتعملوا اوريجستري كتبعوهم تعملوا محاوله والتصحيح كيكون في اليوتيوب. ثاني حاجه غنهضر على مجموعه النخبه. مجموعه النخبه هي واحد المجموعه اللي كنعمل معاهم حصص خصوصيه داكوغ. ثلاثه المواد مات فيزيك اس في تي، ثلاثه حصص في الاسبوع كل حصه فيها ساعه ونص. فوالا دونك يكونوا حصص مباشره ابل فيديو كيشوفوني وكيسمعوني وحتى هما كيمكن لهم انهم يشاركوا بحال اللي حنا جالسين في قسم ولكن عن بعد. فوالا دونك اللي بغى يشارك او ينضم لمجموعه النخبه. صراحه ثاني اعدادي ما بقاوش بزاف ديال الاماكن صراحه صراحه صراحه. دونك نيزيتي با انكم تواصلوا معايا في الرقم باش نعطيكم معلومات اكثر وتسجلوا معايا. حنا ديجا تبارك الله بدينا كور من كل ماتيير وبدينا بلي سيري ديكزيرسيس. الوغ ثالث حاجه شنو هي؟ ثالث حاجه هي لايك الفيديو وبدو التعليق، كتبوا لي اي حاجه بغيتوها ونبداو على بركه الله. دونك لو برومي كور ديال الاس في تي كما ديجا قلت للتلاميذ اللي معايا في مجموعه النخبه، درس ممتع جدا، غتعرفوا فيه معلومات جدادين اللي فعلا يعني هادشي كاين. زعما ماشي كنقراو شي حاجه ما كايناش من الخيال، لا لا هادشي راه كاين. اوكي بزاف د الحاجات ما عارفينهاش غادي تعرفوهم في هاد الكور. يلاه تبعوا معايا ونبداو على بركه الله. دونك الكور ديالنا لي فينومين جيولوجيك انترن، الظواهر الجيولوجيه الداخليه. اول حاجه لا تكتونيك دي بلاك، لا تكتونيك دي بلاك تكتونيه الصفائح. استاذه شنو هي تكتونيه الصفائح وشنو هما الصفائح؟ هاد الاسئله غادي نجاوبوا عليهم في الكور. اولا غادي نقول لك لا ديريف دي كونتينون. لا ديريف دي كونتينون هي زحزحه القارات. دونك من العنوان غتعرف ان القارات الخمس اللي حنا فيهم، ماشي اللي حنا فيهم، اللي حنا في وحده منهم اش كيوقع لهم؟ زحزحه يعني كتحرك. ها معلومه خديناها. اوكي دونك هاد الظاهره هادي ديال لا تكتونيك دي بلاك ولا ديغيب دي كونتينون، هاد الظاهره غادي ندرسوها ونشوفوا بزاف ديال الحاجات جدادين. يلا كوم انتروديكسيون يعني كمقدمه. اوكي اون 1912 اوكي Le physicien et météorologue allemand, l'ismo Alfred Wigner, donc qui est le Wigner, Wigner Malina, Alfred Wigner, propose la théorie de la dérive des continents. Donc Alfred Wigner, هو العالم الفيزيائي اقترح واحد النظريات ديالاش ديال لا ديريف دي كونتينون يعني زحزحه القارات. Selon Wigner tous les continents étaient autrefois rassemblés en un seul continent l'isthme la Pangée. Donc حسب هذا العالم الفريد جميع القارات، donc tous les continents جميع القارات كانوا في واحد الزمان قاره واحده مجموعه اللي كتسمى بلا بانجي اليابسه الوحيده. اوكي لا بانجي. La Pangée aurait été entourée par un océan. Donc, had la Pangée, يعني had القارة الوحيدة اللي دابا تقسمات الخمسة وتباعدوا، كانت قارة وحدة اللي كانت محاطة باش بمحيط اللي اسمه البانتالاسا. Selon sa théorie, donc, حسب النظرية ديالو, l'écorce terrestre se serait brisée, ok? Donc, القشرة الأرضية فهي brisée, يعني بحال تهرست, تشقات. Et aurait dérivé ou tfarqat.
pour former les continents que nous connaissons aujourd'hui. تفرقات ورجعات قارات اللي كنعرفوهم اليوم. D'accord? Donc, سورة ديال أفريد فيجنير. Trias. Donc, il y a 200 millions d'années. لاحظوا معايا. 200 millions d'années. هنايا la Terre, il y a 250 millions d'années. Donc, لاحظوا ها هي la Pangée. لاحظوا القارات بخمسة كانوا مجموعين. Donc, Alfred avançait des preuves. Donc, طبعا اي عالم جا وبغى يعطي واحد النظريه جديده خاصو طبعا يعطيني ادله، يعطيني ادله، يعطيني براهين، يعطيني يعني ما ينطلق حتى وصل لهاد النظريه. دونك عطا دي بروف بور ابويي سا ثيوري باش 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 يعني ابويي جات بالعربيه زعما باش يدعم هذيك النظريه ديالو. Il serait plus juste de dire qu'il apportait des faits d'observation qui pouvaient être expliqués par une dérive des continents. Donc, سؤال مطروح اللي غنجاوبو عليه في الكور، شنو هما هاد الأدلة اللي عطا ألفريد؟ Quels sont les arguments de la tectonique des plaques et quels sont les moyens modernes qui renforcent cette théorie? Voilà. Donc, نبداو باللي زارغومون دو لا ديريف دي كونتينون اللي هما الادله ديال تكتونيه الصفائح. اول حاجه اللي هي لارغومون مورفولوجيك. ارغومون مورفولوجيك، من تسمعوا مورفولوجيك يعني الشكل، يعني واحد الدليل اللي كيهتم ليا بالشكل ديال لي كونتينون. فوالا. Donc, les images de la surface du globe terrestre prises par satellite permettent l'observation précise des limites des continents ainsi que leur répartition géographique les uns par rapport aux autres. Donc, بالنسبة للصور ديال سطح الأرض اللي خديناه بالأقمار الصناعية ديال الساتليت كيمكننا من رؤية الحدود لي ليميت يعني الحدود ديال القارات وكذلك التوزيع ديالهم بالنسبه لبعضياتهم. دونك مثلا هاد جوج قارات كتبان لك ان مثلا هاد البلاصه خارجه وهاد البلاصه داخله، يعني هذا اذا جيت دخلته غادي يجي مناسبين بحال هذاك اللعبه ديال البازل. هنا كذلك، هنا كذلك. اوكي دونك لو باراليليزم دي كوت دو لاتلانتيك. On observe en effet un certain parallélisme des lignes côtières. الخطوط les côtières يعني الجانبية entre l'une part les Amériques et d'autre part l'Europe d'Afrique. L'Europe Afrique. OK. Donc لاحظوا معايا ها هي القارة الأمريكية والقارة الإفريقية. لاحظوا هنايا خارجة ولاحظوا هنايا داخلة. إذا شديت هاد القارة وقربتها ودخلتها لنا غادي تلقى أنها متكاملة. Cela suggère que ces deux ensembles constituaient deux morceaux d'un même bloc. إذا هاد الاقتراح فهو كيمكن ليا من أن هاد جوج ديال لي مورسو، جوج ديال المكونات، يعني إذا لاصقناهم فهما كيكونوا ليا ميم بلوك. ميم بلوك يعني وحدة وحدة، يعني قطعة قطعة واحدة. دونك هذا كيتسمى بالارغومون مورفولوجيك. اون باس دوزيام ارغومون لارغومون جيولوجيك. من كنهضر على الجيولوجيك فانا تنهضر على الجيولوجيا. اوكي اي حاجة عندها علاقة بالجيولوجيا. Donc, en Afrique et en Amérique du Sud, on rencontre des roches précambriennes de plus de 2 milliards d'années. Mais quand on parle de l'argument géologique, il y a quelque chose qui a des roches, des torbes, des achats, d'accord? Voilà. Donc, ces formations rocheuses spécifiques peuvent être assemblées en chaîne continue si on approche l'Afrique et l'Amérique du Sud. دونك في 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 القاره الافريقيه والامريكيه فحنا كنلقاو واحد النوع ديال لي روش اسمهم لي روش بريكومبريان فوالا اللي متواجدين هذه 2 مليار داني. داكوغ دونك هاد الشكل الصخري
بالخصوص فهما اذا قربناهم يقدروا يشكلوا لي واحد السلسله مستمره ما بين لافريك ولاميريك دو سود. اون باس لارغومون باليونتولوجيك. بالنسبه لارغومون باليونتولوجيك هو التروازيام ارغومون، ثالث نظر، ثالث برهان. On retrouve de part et d'autre de l'Atlantique, محيط الأطلنطي, sur les continents actuels, يعني في القارات الحالية, les fossiles de plantes et d'animaux. بعدا نعرفوا اش كيعنيو لي فوسيل، ديجا قريتوهم العام اللي فات. لي فوسيل هما المستحاثات. شنو هما المستحاثات؟ دونك ملي الحيوانات او النباتات كيموتوا، الوغ على مر السنين كيمشي اللحم، كيمشيو بزاف الحاجات، ولكن كاين شي حاجات اللي كيبقاو بحال العظام، بحال السنان، فوالا. دونك هادو كيبقاو ديال البقايا، دونك لي ريست دي زانيمو اي دي فيجيتو، البقايا ديال الحيوانات وديال النباتات، هادو كيتسموا لي فوسيل، كيبقاو على مرور مئات السنين ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. دونك شنو لقينا؟ باغ اكزومبل دونك الميزوزور، الجلوسوبتيري تيريستر داتون دو 240 260 مليون داني. دونك في هذا في القارات الحاليه لقاو انهم كاينين مستحاثات في واحد جوج ديال القارات اللي هما مبعدين، وكاينين ميم فوسيل نفس الانواع ديال الحيوانات، مثلا نفس الانواع ديال شي ديناصورات، نفس الانواع ديال شي نباتات اللي كاينين في جوج ديال القارات اللي مبعدين. كيفاش؟ شنو اللي يقدر يفسر ليا هاد المساله هادي؟ واش الحيوانات؟ ومع العلم ان ما بين كونتينون ما بين دو كونتينون، يعني ما بين جوج ديال القارات، فهو كاين المحيط. واش هاد الحيوانات كانوا كينتقلوا في المحيط؟ واش كانوا كيطيروا؟ ما يمكنش. دونك التفسير الوحيد ان هاد لي دو كونتينون كانوا ملاصقين. فوالا. دونك Comment des organismes terrestres n'ayant pas la capacité de traverser un large océan ont-ils pu coloniser les aires continentales éloignées les uns des autres? La réponse de Wigner est simple. Autrefois, tous ces continents n'ont formé qu'un seul, la Pangée, présentant ainsi des aires de répartition cohérentes. Donc, il faut marquer les coups. Maintenant, je vous fais un ouais. شوفوا ثلاثة الأنواع ديال الحيوانات وواحد النوع ديال النبتة. دونك مثلا لو جون لاحظوا معايا لقاوه في لاميريك دو سود ولقاوه في لافريك. هاد لورونج لقاوه في لاميريك دو سود وفي لافريك. هاد النوع هذا لقاوه في لونتاركتيك ولقاوه في الهند. وهاد النوع ديال النباتات لقاوهم فيهم كاملين تقريبا. هاي لاميريك دو سود يعني القارة الأمريكية والافريقيه وفي الهند والانتاركتيك والاسترالي. دونك هذا ماذا يعني؟ انهم هاد لي كونتينون كاملين كانوا ان سول بلوك، يعني كانوا في بقعه او لا يعني واحد البلوك واحده. فوالا. دونك من بعد ما تعرفنا على لي زارغومون بثلاثه، اون باس لدوزيام اكتيفيتي نوسيون دو بلاك. غادي نتعرفوا على لي بلاك، على الصفائح، لانه كاين واحد الفرق ما بين لي كونتينو لي كونتينو هما القارات، وما بين لي بلاك اللي هما الصفائح. اوكي دونك انتروداكسيون. لا تير اي كومبوزي دو بليزيور انفلوب، يعني الارض تتكون من مجموعه من الاغلفه او الاغشيه. Celle qui se situe le plus à l'extérieur s'appelle la croûte. Donc, les cailloux à l'extérieur, يعني la braquette, c'est mal qu'ishra, la croûte. Il existe deux types de croûte. Donc, cailloux juste les anouaires dial le qishra l'ardia. كاينه لا كروت اوسيانيك القشره المحيطيه، وكاينه لا كروت كونتيننتال القشره القاريه. اوكي لا كروت اوسيانيك كي سو سيتو سو لي اوسيان، elle est constituée d'une roche volcanique appelée le basalte. إذن القشرة المحيطية فهي في كينا في قاع المحيطات، كتكون من صخور بركانية اللي كتسمى البازلت. ركزوا في هذه المعلومة مهمة بزاف. داكوغ جيسبيغ تكونوا فهمتوها. لا كروت كونتيننتال القشرة القارية
اي لا كروت كي كومبوز لي كونتينو اللي هي القشره اللي كتكون ليا هذا القارات سي سور سيت انفلوب كونو مارشون على هاد الغشاء اللي حنا فيه كنتمشاو elle est principalement composée d'une roche appelée granite donc القشره اللي كنمشيو عليها حنايا فهي كتكون من واحد النوع ديال الصخور اللي كتسمى الجرانيت مزيان sous la croûte se trouve une autre enveloppe appelée le manteau lithosphérique تحت القشره الارضيه كاينه واحد القشره اخرى او لا طبقه اخرى او لا غشاء اخر اللي كيتسمى المونتو ليتوسفيريك elle est composée d'une roche appelée بيريدوليت فوالا دونك هذيك القشره الثانيه او الغلاف الثاني اللي كاين فوق الغلاف الارضي فهو كيتكون من صخور اللي كتسمى بيريدوليت دونك لاحظوا معايا صرا عافاكم هاد لي دوكيمون خاصهم يتحفظوا هذه بعدا كتحط بزاف خصك تعطيك الاسم تعطي الاسماء ديالهم دونك خصكم تحفظوهم الوغ عندي دابا هنايا النوايو ستركتور انترن دو لا تير البنيه الداخليه ديال الارض كاين النواه كاين النواة الخارج النواة الداخلية النواة الخارجية عندي المونتو الانفيريور وعندي لاستينوسفير وعاد عندي الليتوسفير اوكي دونك هنا لاحظوا معايا ها هو المونتو اوكي المونتو هذا اسمه المونتو لاستينوسفير موان ريجيد كيكون في ايتا سوليد فوق منه كيكون المونتو ليتوسفير تري ريجيد فوالا والفوق دونك لاحظوا هما كاينين جوج ها هي لا كروت اوسيانيك وها هي لا كروت كونتيننتال داكوغ وبجوجهم كيكونوا ليا لا كروت كوريستر القشره الارضيه هنا قشره قاريه وهنا قشره محيطيه فوالا اون باس دونك غنتعرفوا دابا على لي ليميت دي بلاك يعني لي ليميت الحدود ديال الصفائح اوكي La répartition des séismes et des volcans actifs nous permet de délimiter à la surface de la Terre une douzaine de grandes zones stables appelées les plaques. Et donc, توزيع ديال الزلازل والبراكين النشيطة كتمكننا من أننا نحددوا سطح الأرض. Une douzaine de grandes zones, 12 المنطقة اللي كيتسماو بلي بلاك الصفائح اذا شحال عندي من صفيحه عندي لي بلاك تكتونيك الصفائح التكتونيه لي بلاك تكتونيك عندنا 12 صفيحه الصفيحه التكتونيه كيفاش كيمكن لي نوزعهم اولا كيفاش عرفنا حنا ب 12 على حسب التوزيع ديال الزلازل والبراكين النشيطه عقلوا عفاكم على المعلومات فوالا دونك ها هي لا ريبارتيسيون مونديال دي سييزم اذا التوزيع العالمي ديال الزلازل فوالا دونك هنا فين عندي البلوس زعما هما الانواع ديال الزلازل يعني كتلقاهم قاسمين ليا ل 12 بلاك دونك سي بلاك سون ليميتي بار دي زون جيوغرافيكمون اكتيف الصفائح كيكونوا جنبات ديالهم اكتيف يعني نشيطه يا اما بزلازل يا اما براكين نشيطه Si on superpose les cartes de répartition des séismes et des volcans actifs sur Terre, on observe qu'ils sont répartis de la même façon. Donc, soit les zélazil ou les barakin, fahouma ki, yani, fima ket l'kazizel ket l'kaborkan. D'accord? Mizien. Hnaya, l'ouatika dia la répartition mondiale des volcans, التوزيع العالمي dia la barakin. دونك لاحظوا لي بالاحمر الفولكان افيسيف فولكانيزم اكسبلوزيف يعني انفجاري والاخر افيسيف كيكون يعني انسكابي فولكانيزم دو لاكس دي دورسال اوسيانيك باس دونك تبعوا معايا لي كورس تيرستر القشره الارضيه اي ديفيزي اون 12 بلاك انديبوندونت اي انديفورمابل D'accord, donc il y a 12 safihas. Ces plaques bougent. طبعاً هاد الصفائح تتحرك. Ils peuvent s'écarter, ممكن أنها تتوسع, se chevaucher, glisser les unes par rapport aux autres, كيمكن أنها كل وحدة تنزالق فوق الأخرى أو الأخرى تنزالق تحت الأخرى. Okay? C'est ce qu'on appelle la tectonique des plaques. Donc هذه كتسمى بتكتونية الصفائح. أو لا ديريف دي كونتينو يعني زحزحة القارات
La Terre est actuellement composée de 12 plaques principales. Et dans l'art حالياً, فهي كتكون من 12 صفيحة. OK؟ عفاكم الأسماء ديال الصفائح يتحفظوا ويتحفظوا حتى المواقع ديالهم لأنها كتحط. دونك عندي plaque nord américaine, plaque sud américaine, plaque africaine, plaque eurasienne, plaque indo-australienne, plaque antarctique, plaque pacifique, plaque arabique, plaque des Philippines ou plaque de Nazca. D'accord? Voilà. Donc, les plaques tectoniques ont plusieurs appellations. يعني هاد الصفائح التكتونية قال لك عندهم بزاف ديال الأسماء. عندي بلاك أوسيانيك، بلاك كونتيننتال أو بلاك كونتيننتال إي أوسيانيك. عندي صفيحة قارية، صفيحة محيطية، وكاينة صفيحة قارية محيطية. لي بلاك أوسيانيك سي إل كومبورت بوغ ليسونسيال أن أوسيان كوم لا بلاك باسيفيك باغ إكزومبل. إذا الصفيحة الصفيحة المحيطية هي الصفيحة اللي كيكون فيها محيط واحد، اوكي؟ بحال مثلا الصفيحة البلاك باسيفيك، بلاك باسيفيك فيها محيط فوالا. بلاك كونتيننتال صفيحة قارية، سي إل كومبورت بوغ ليسونسيال دي تيغ إيمرجي كوم لا بلاك أرابيك باغ إكزومبل، بحال القارة العربية أو الصفيحة العربية. دونك بلاك أرابيك فهي بلاك اللي هي يعني اللي غالب فيها هي القارة ماشي المحيط. Plaque continentale et océanique, si elle comporte à la fois un océan et des terres émergées, comme la plaque eurasienne par exemple. La plaque eurasienne, c'est la plaque océanique continentale, il y a فيها المحيط وفيها القارة. عفاكم عقلوا عليهم. Donc là, voilà, plaque continentale, ها هي فيها غير القارة. Plaque continentale et océanique, فيها l'océan ou le continent. Ou plaque océanique, اللي فيها غير les océans. Voilà, donc je préfère نحبسو هنا داكوغ باش ما نطولوش الفيديو. الوغ الا عرفتوا لي هادشي راه لانه مهم بزاف، دونك هذا هو لا باز تعرفوا باش تقدروا اننا نكملوا المقرر كامل، لان خصكم تعرفوا ان الدروس مترابطين. الا ما فهمتيش الدرس الاول ما غيمكنلكش تدوز للدرس الثاني والدرس الثالث الى غير ذلك. دونك بالتوفيق لكم جميعا، نتلاقاو قبيله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.